السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا التدريسية فرح الإسلام علي حسين الحميري، كلية التربية والعلوم الإنسانية، جامعة بابل، قسم التاريخ. محاضرتنا هذا اليوم المملكة المتوكلية اليمنية. وجدت حركة الإصلاح العثمانية طريقها إلى اليمن منذ أواخر القرن التاسع عشر، لكن هذا لم يمنع الأئمة الزيدية من تثبيت سلطتهم في بعض مناطق اليمن. كان الإمام يحيى حميد الدين قبيل الحرب العالمية الأولى قد نجح في إجبار العثمانيين على اعتراف به إماما لليمن في تشرين الأول 1911، مستفيدا من انشغال الدولة العثمانية بالحرب مع إيطاليا أثر غزوها لليبيا في عام 1911. تضمن الصلح الذي عقد بين الإمام والقائد العثماني عزة باشا على أن تستأثر الإمام بحكم الجهات التي يدين أهلها بالمذهب الزيدي. اثنين، أن يعين حكامها على اعتراف بسيادة الدولة العثمانية. وثلاثة، قيام محكمة في صنعاء يختار الإمام رئيسها وأعضاؤها يستأنف إليها الشكاوى التي يتقدم بها الإمام. وأربعة، ترسل أحكامها إلى إسطنبول مباشرة التصديق عليها. كما تضمن النص الصلح على أن الإمام له الحق في الشكوى إلى الوالي من الموظفين العثمانيين الذين يسيئون استخدام سلطتهم، وله أيضا حق الوصاية والنظر في شؤون الأوقاف وأن تخضع جباية الأموال للأحكام الشرع. وعلى الإمام أن يدفع العشور عن المناطق التي يليها إلى الحكومة العثمانية. وخلال الحرب العالمية الأولى وقف الإمام إلى جانب الدولة العثمانية، وكان على الشريف حسين أن لا يثق بالأجانب ويرى أن أطماعهم الاستعمارية التي تدفعهم إلى الاتصال بقادة العرب وزعمائهم، وكان من الطبيعي أن يقف ضد الإنجليز الذين كانوا يحتلون الجزء الجنوبي من اليمن والمتمثل بعدن منذ عام 1839، كما أنهم بسطوا سيطرتهم على الجنوب العربي، تلك المنطقة التي كان يعدها إمام اليمن جزءا من بلاده. عاون الإمام يحيى القوات العثمانية في حملتها على القوات البريطانية في عدن والمحميات، ورد الإنجليز على ذلك بضرب المدن اليمنية. لم يتوقف الإنجليز عند هذا الحد، بل احتلوا الحديدة واللحية وسلموها لمنافسه الإدريسي الذي ألحقها بإمارته في عسير عام 1921. استغل الإمام فرصة وفاة محمد الإدريسي عام 1923 وما نشب من خلاف بين أفراد الأسرة حول الحكم في إمارة عسير، فضم إلى اليمن جزءا كبيرا من أراضي عسير الجنوبية وجزء من الساحل يدخل فيه ميناء الحديدة. استنجد الحسن الإدريسي ابن عبد العزيز فاستجاب له وعقد معه معاهدة في مكة في 22 تشرين الأول 1926، وأصبح بذلك السيد الحسن الإدريسي يتمتع بحماية على آل سعود. وفي عام 1930 ضمت إلى الأراضي السعودية، فكان ذلك سببا للنزاع بين الطرفين والذي وصل إلى حد الاصطدام المسلح. وكان من نتائج الاصطدام تقدم القوات السعودية إلى حدود تهامة والسيطرة على الميناء الحديدة. وبعد تدخل زعماء العرب توقف القتال ووقع الطرفان على معاهدة أطلق عليها معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية في الطائف في 23 حزيران 1934. نصت على المعاهدة الانسحاب القوات السعودية من جميع الأراضي التي كانت لليمن وفي مقدمة لحية والحديدي. وفي السنة التالية قامت لجنة مشتركة ووضعت الحدود بين الدولتين. انصرف الإمام يحيى بعد ذلك لتوطيد الاستقلال اليمن ووحدته، وقد قامت سياسته على قاعدتين، أولها الاستقرار الداخلي وثانيها الاعتزال باليمن وإبعادها عن أي ارتباط خارجي يمنح الدول مع بعض البلدان الأجنبية. وفي عام 1926 عقدت إيطاليا وروسيا اتفاقيتين تجاريتين. أما في عام 1934 فقد عقدت مع بريطانيا معاهدة صداقة اعترفت بموجبها بريطانيا باستقلال اليمن وسيادته الكاملة المطلقة، وحددت مدتها بأربعين سنة. ومع ذلك فالمعاهدة لم تسوي أوجه الخلاف بين الدولتين بشأن الحدود الجنوبية،
بين اليمن ومستعمرة عدن، وإنما اتفق الطرفان على الاحتفاظ بالوضع القائم حتى يتفق كل الجانبين بشأنهما في مفاوضات مستقبلة. اشتملت عليه المعاهدة كان خاصا بتأمين الأشخاص والسفن والبضائع التي لكل من والتي كانت لكل من الطرفين لدى الطرف الآخر. وعلى الرغم بين الجانبين فإن العلاقات بينهما ظلت متوترة بسبب عدم الاتفاق على الحدود بين اليمن ومحمية عدن، ولم تبعث بريطانيا إلى اليمن بمن يمثلها، واكتفت بأن يكون حاكم عدن هو السلطة البريطانية العليا في المنطقة. أما في سنة 1936 جدد إمام اليمن معاهدته مع إيطاليا، وقد أصبح لإيطاليا بعد هذه المعاهدة مصالح اقتصادية إذ تدفقت صادراتها إلى اليمن، وبعثت بعدد كبير من مهندسيها وطبائها وخبرائها في الشؤون المختلفة، حتى وصل عددهم قبيل الحرب العالمية الثانية من إبرام المعاهدة نحو 40 شخصاً. وحين قامت الحرب العالمية الثانية حاول إمام اليمن المحافظة على استقلال بلاده، ولم يسارع إلى قطع علاقاته مع إيطاليا رغبة من في إيجاد التوازن مع الوجود البريطاني في الجنوب، ولكن أثر موقعة العلمين وارتداء الألمان أمام موسكو، ورفض الإمام يحيى لضغط الحلفاء، واعتقل في سنة 1943 الخبراء الذين كانوا يعملون في اليمن إنذاك. ثم قطع اليمن علاقاته بدول المحور كما فعلت معظم الأقطار العربية، وقد أدى تأخر الإمام في قطع العلاقات مع إيطاليا حتى سنة 1943 دليلا على ميله إلى دول المحور، وهذا يدل على عدم تفهم الحلفاء لحرية الأقطار العربية المستقلة في رسم سياستها الخارجية. لهذا السبب لم يدع اليمن إلى مؤتمر سان فرانسيسكو، ولكنه ضم إلى هيئة الأمم المتحدة بعد تكوينها بقليل. إلى هنا نأتي إلى انتهاء محاضرتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نلتقيكم في محاضرة أخرى. دمتم بألف خير.